شوف حنا كنشكروا كل الناس اللي قدموا واحد العدد ديال المساعدات في الفتره ديال التساقطات الثلجيه ولكن الناس ديال الجبل راه ما كيتسناوش من شي واحد الناس ديال الجبل باعتبارهم مواطنين مغاربه كيتسناو يوصلهم حقهم من الثروه يكون واحد النوع من التوزيع عادل للثروات الناس ما كيتسناوش الوقفه ولا كيتسناو الكرتونات ديال المساعدات هذاك الشيء اللي دار مزيان التدخل اللي دارته السلطات المحليه في واحد العدد المناطق مزيان <applause> الله يعطيكم الصحه ولكن ما بغيناش هذا الشيء فقط بغينا اننا نخرجوا من هذا الوضع ديال اننا تيتحاصروا الناس في الجبل عاد نرميو لهم شويه ديال المساعدات حتى دي يتحاصروا الرحال في منطقه من المناطق عاد غادي نجيبوا الهليكوبتر باش نلوحوا لهم العلف الكسيبه ديالهم مثلا الموضوع ديال الرحال خصو يتعالج توفر فضاعات خاصه أه ما نوصلوش لذيك المرحله دابا نقول لكم واحد القضيه التغيرات المناخيه معروفه من زمان وبلادنا دارت فيها مؤتمر دولي وعارفين على ان كاينه تغيرات مناخيه وكتحت تساقطات تجيب واحد الكثافه مفروض على المسؤولين العمال المجالس ديال الجهات والعملات والاقارب والجماعات الترابيه يتحملوا مسؤوليتهم الكامله باش ما تا... ماشي تيوقع الاشكال عاد نفكروا في المعالجه ديالو ولكن نعالجوه بالجدر ديالو والائتلاف المدني من اجل الجبل باعتباره واحد بحاضنه اجتماعيه لواحد العدد ديال الجمعيات الواحد عدد ديال المواطنين كيحتضن فكره ديال تقديم ملتمس تشريعي لاقرار قانون خاص بالمناطق الجبليه في المغرب باش نخرجوا من هذا التدبير ديال صحاب البومبيه ديال ديال الوقايه اللي تشعل العافيه عاد غادي تجي نطفيوها حنا ما بغيناش العافيه تشعل بغينا يتعالج الموضوع من الاصل ديالو اكيد اكيد انا لا بالفعل باش نوصفوا انا كاين الحكومه يعني الحكومه كدير برنامج برنامج للتدخل يعني كيسميوه للتخفيف من اثار هذه الموجات ديال البرد وغيرها هو كاين برنامج الا انه برنامج غير كامل لان ما فيهش كل عناصر استباق وغادي نعطي الامثله اذا مجهود كاين طبعا مجهود ديال السلطات اللي في فيها الداخليه رجال الدرك رجال الوقايه المدنيه ناس ديال التجهيز يعني كاين كاين مجهود ولكن داخل الائتلاف ورغم <applause> اننا كنتنملو هذا الشيء كنقراو لهم الحر ايضا كنقولوا هاد الناس المتدخلين كيخدموا تحت الضغط لان جميع العناصر ديال السباق اللي غنخططوا بشكل سباقي اللي المخاطر اللي غادي نتوجه لها ما كاملاش الاركان ديالها اذا نعطي مثال ديال الرحل العالقين اللي صدرنا نداء من الائتلاف اللي وصلنا نظام الاستغاثه عالقين في قمه الجبل رحال ثلاث اسر من الرحل في بين اقليمي غير وازيلال اللي بقاو عالقين والسلطات يعني عجزات يعني الناس المتدخلين عجزوا لان ما عندهمش الاليات والوسائل الكافيه باش يوصلوا الناس وما تحركت المروحيه الا بعد نتاء الاستغاثه الذي اصدره الائتلاف كاين ناس اللي فعلا طاحت لهم طاحوا لهم ديور يعني عند بعد الشتاء والثلوج كان الناس يطيحوا لهم ديور اذا ما كانش الاستباق ديال هذا اذا دائما ان ملي كنقولوا مخططات استعجاليه ولا لتدبير المخاطر اذا من الادبيات ديال المخاطر ان يكون مخطط في مفك... مف... يعني ما كيخليش شي ما يفكرش فيها اذا لابد من سيناريوهات لتدبير كل ما المخاطر المتوقعه وغير المتوقعه اما المجهود كاين ولكن ما كافيش ولكن اللي كي كيزيد الحده ديالو ان الهشاشه ديال هذه المناطق الجبليه هشه جدا فقيره وما فيهاش مسالك ما فيهاش البنيات الاساسيه وهذا كي يزيد من الضغط على المتدخلين ما كاينش مرافق صحيه ما كاينش وسائل ديال النقل بحال هذه الهليكوبترات من المفروض انهم خصهم يديروهم في مناطق تكون قريبه المناطق تدخل في كل المناطق اللي مهدده